الشكل العام للفريق بتركيزه بهدفه في اللقاء بيبقى باين من حتى وشوش اللاعبين. انا ما بقولكش اتكشر ولا بقول للعيبه اتكشر، بس بيبان فكره انك مهتم بالمباراه ولا لا مركز. طيب هكلمك مثلا في جون نادي الزمالك جابه، نادي الزمالك جابه ده هدف شيكابالا. كل اللاعبين ممكن يكونوا قايمين، ودي برضو خلي بالك الحاله النفسيه، او مش عايز اقولها النفسيه اللاعبين، والوحيد اللي قاعد ما اتحركش ابو جبل نتيجه ان هو مثلا انا بقول لك ما لعبش. استاذ شريف قال نقطه حراسه المرمى طبعا العلاقه طبعا يعني بص. وفي نفس الوقت احمد سيد زيزو، لان برضو طبعا. في فيديو اخر قبل المباراه وقاعد على لوحه الاعلانات مش في اهتمام يعني اللعيبه تفرق كام في الميه دي بتفرق كتير طبعا. بص يعني التوفيق ما بيصاحبش الا المجتهد. امبارح غاب التوفيق عن الزمالك، غاب التوفيق بدايه من طريقه اللعب للتشكيل لكارتيرون لاختيار التغييرات لحتى في طريقه الضغط في الشوط الثاني، حتى لما امتلكوا الكره في الشوط الثاني، كل ده اثر. في المقابل فريق ثاني مجتهد ماشي بامكانيات اقل، خلينا واضحين، لكن في رجاله في الملعب عارفين هم عايزين ايه، يعني واضح ان هم مركزين، هم عايزين ايه، عندهم مباراه مهمه مركزين، عارفين هيلعبوا منافس كبير، محترمين المنافس. المدرب نفسه حتى في كلامه موسيماني بعد المباراه، انا بقابل منافس كبير جدا، وكلامه قبل المباراه على فكره اللي قال انا هضرب عده عصافير بحجر واحد قبل المباراه كارتيرون. انا خدت العنوان ده منه هو. الاهلي هو اللي ضرب العصافير رغم ان انت مكتمل الصفوف. كان عنده ثقه بالفوز من وجهه نظرك؟ ما اعرفش. وده سبب، خلي بالك، ما هو الثقه دي سواء بقى اللاعبين او المدرب خليه يتعامل يعني مع مباراه بشكل طبعا يعني واضح. لا واضح هو ما جهزش لعيبته خالص ولا حتى قرا الماتش ولا حتى شاف، ما اعتقدش ان هو شاف مباراه نهائي افريقيا اللي كانت الاداره موسيماني ضد باتشيكو، ما شافهاش. مش للدرجه دي، انا شايف لو كانت ضربه الجزاء جت كانت كل الكلام ده كنا يا محمد. ما هو في حاجات كتير، ما هو اول كوره لمحمد شريف دي لو كانت جت هنقول ان هو كان عايز يلعب زون ديفنس بشكل خطط لعب كده في الشوط الاول. احنا مش بتوع فنيات، الطبيعي في الكوره انك لما تلعب غلطات على الاقل تضغط، غلطات اللي عملها هو تضغط كده طبيعي جدا. كل كوره بينزل بيخش فيها فريق النادي الاهلي للمنطقه كابتن فاروق اللي هي بنقول محرمه في الزون بتلعب كوره كابتن فاروق تمام. في مدربين كتير لازم تغلط في الاول، بتحصل كتير في كل العالم مش حاجه واحده صح، وبيعدل وبيعدل وبيلحق يعدل نفسه تمام. الفكره ان هو اتاخر في التعديلات ديت بس يعني اخرها شويه بدا غلط بخطر. الغلط ما انت بتبص تلاقي لاعب مع فريق كبير زي الاهلي ايا كان هو غايب منه ايه، بس بغض النظر ما بتحصل، ما هي اخطاء، الاخطاء اللي بتيجي منين؟ انها اخطاء واحد مش مركز، لعيب مش 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 ضاغط جامد، لعيب مش في المود اصلا. كارتونه هيكمل طيب؟ كارتونه مكمل، كارتونه مكمل يعني. لو حصل انكسارات ممر في بعض المباريات لو الاداره اتغيرت ممكن، لا انا شايف ان كارتون لسه مكمل. لو الاداره اتغيرت ممكن ما يكملش، خاصه مش عارفين بس الموسم هينتهي امتى، دي الازمه، انت مش عارف الموسم بتاعك هينتهي امتى.